امي حاجتك وين وانا بقى؟ بكره بتعنس وبتضل بلا جواز كل عمرك. يا امي بحياتك سمعتي رجال وبيعنس؟ في رجال كثير بيتجوزوا فوق السبعين وبيجيبوا اولاد. انا بس يلي بدي افهمه انت شو منتظر لهلا؟ شو منتظر؟ لك يا امي الله يرضى عليك، خليني قبل ما احط راسي وموت افرح فيك وجوزك واخلص من القصه بقى. سلامة قلبك امي، خلص هانت، الله كريم هانت، طولي بالك. صار لك ست سبع سنين وانت بتحكي هالحكي. معك حق، بس المشكلة يا امي لهلا ما لقيت طلبي. هلا من كل هالبنات اللي قاعدة ببيوتها وعلى قفا مين يشيل، ما لقيت طلبات؟ طيب، ناهد بنت عمتك، من شو بتشكي؟ ما بتشكي من شيء امي، الله يسلمها لأهلها، بس أنا قلبي ما لهفلة، بعدين عندها غمازات خدود. اسمعوا التاني على هالحكي، لك في أحلى من الغمازات؟ يا مجدوب الناس عم تطلبها طلب. ايه بس غمازات عن غمازات بتختلف امي، يعني غمازات ناهد مجوره ونياعه مفخته بتجي لتضحك بتطلع من ضحايا المجاعات، بعدين بس تفتح تمها بتصير مثل المغاره وبيبين سقف حلقه وعليها ضحكه يا امي مثل تنوايه القطاط. هلا ناهد هيك؟ ايه هيك واكثر من هيك. لا والانكى من كل هاد بتجي لتعمل حالها اكابر بتقوم بتعلي صوتها بزياده، بتقوم تطلع مثل هدول اللي بيعملوا دوبلاج افلام الكرتون بالتلفزيون. هيا بينا الى الغابة يا ماوكلي. كيفك فؤاد؟ انا ما كتير مبسوطة اليوم. خلاص امي ما بدك اياها تصطفى لانت حر، بس حاجة تبشع بالبنت. ما عم بشع بحدا يا امي، انا عم بحكي الواقع. اللبس مثل العالم ما بتعرف تلبس يا امي، من كل مزبلة شرطوطة، لا ذوق ولا اناقة ولا ضراب السخن. اخر مرة اجت لهون شفتيها شو كانت لابسة؟ لا شو كانت لابسة؟ لابسة قميص اصفر ضيق وتنورة طويلة حمرة وفضفاضة وكندرة مثل فرقونة القطار بردانية والجرابات عميل مع ولمع فضي مثل كأنهم مدهونين دهان ميتاليك تبع السيارات والكحلة شاطة والحمرة فاقعة وهون عجفون حاطة بالريق مثل اللي بحطون الأولاد براس السنة وشعرة رافعته لفوق مثل الغوريلا. والله يا فؤاد انت ما حدا قد لسانك. امي املي سيرة ناهد من بالك وبلالك ياها، وانا بوعدك من جهتين يدور لك على وحدة تانية. لا امي معلش ريحي حالك، انا بدور لحالي. يو شلون ريح حالي؟ هذا واجبي لك امي. بجوز بس يعني دنقايتك لا تزعلي مني امي، مو كل هالقد. واكبر مثال على هذا الحكي ناهد. رجعنا لسيره ناهد. امي احسن شيء انا قايمه اعمل لحالي فنجان قهوه لانه وجعت لي راسي من حكيك. يعطيك العافيه استاذ. اهلين الله يعافيكي. والله لو سمحت تشوف لي هالمعامله، عندك شيء؟ على عيني، تفضلي تاخذ. ميرسي. يا ستي ورائك كلها جاهزة ونحن هلأ رح ناخدها ونعطيكي بدالة ورقة صغيرة. ورقة صغيرة؟ 13/8. طيب تفضلي. وإمتى بدي راجعكم؟ أسبوع من كتير، بس هاي الورقة بدها تسجيل وختم بالديوان. وين الديوان؟ سعيد إذا بتريد خد الورقة واختمها بالديوان. كرمالك ميرسي كتير، كلك ذوق أستاذ. لا ولو شغلة بسيطة. تعرف يا أستاذ انه صار لي ساعتين عم افتل من مكتب لمكتب وتاركه شغلي وراكده ورا هالمعامله. بسيطه مدام بسيطه، تعبك مرة على الفاضي لانه معاملتك خلصت. بس عفوا منك انا ما سالتك حضرتك شو بتشتغلي؟ مستشاره اجتماعيه. وين؟ بمؤسسه ولا بوزاره؟ لا ابدا، انا ماني موظفه بالدوله، انا عندي مكتبي الخاص للخدمات الاجتماعيه. عفوا ما فهمت عليكي، شو بتشتغلي بالمكتب؟ يعني فيك تقول تقريب وجهات نظر. بين مين ومين؟ بين اي اثنين حابين يتزوجوا. هلا فهمت عليكي، قصدي خطابي ما؟ لا كان اسمه خطابي بس هلا صار اسمه مستشارة اجتماعية. بتقدر تاخذ كرت؟ تفضل. شكرا. تفضلي مدام، مشي الحال. يسوي سعيد. شكرا كثير، كلك ذوق. عفوا ما تشرفت بالاسم الكريم. فؤاد، فؤاد سليم. اهلا وسهلا فيك، وانا اسمي كوكب زاكينة، بتأمل تشريفك على مكتبي استاذ فؤاد. ان شاء الله. ميرسي كثير. الله معك. باي. باي. شو قالت لك تشتغل؟ قالت تشتغل خطابه. هلا هيك صاروا الخطابات؟ شو بعرفني؟ الظاهر هي خطابه مودرن، مكتب وفاكس وتليفون وكرت. فعلا هي من علامات الدخول للألفية الثالثة. لك ابني انا ما عندي مانع منه، بالعكس دق الحديد وهو حامي. شو قصدك؟ قصدي اجتك الشغله على ايديها ورجليها، فليش ما بتخليها تدور لك على عروس؟ بركي بيكون نصيبك على ايدها.
هلا هي اخرتها امي اتجوز عن طريق الخطابه. على هوا حكيك، عم تقول انه هي خطابه مو عاديه، فاكيد بضاعتها حتكون غير شكل. بضاعتها؟ قصدي يعني هيك وحده ما بيقصدوها الا اولاد الزواج. ايه بس نحن مالنا اولاد زواج. هلا انت ليش عم تاخذ وتعطي كثير؟ اه ليش ما بتعمل لك مشوار لعندها وبتجرب حظك؟ شو خسران؟ ما بتخسر شيء بصراحه. وانا هيك عم فكر، يعني نوع من الفضول مو اكثر. ايه قوم لكان قوم، قوم جيب هالتليفون واتصل فيها لشوف. قوم. يعطيك العافية يا أنسة. الله يعافيك، تفضل. مو هون مكتب المدام كوكب زاكينة؟ بلا، تفضل. والمدام موجودة؟ في موعد؟ ايه على التليفون اخذته. اصبح حضرتك الاستاذ فؤاد سليم اذا ما خاب ظني. ايه بالضبط. تفضل، ست كوكب بانتظارك. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا استاذ فؤاد. اهلا وسهلا فيك خطوة عزيزة، تفضل. شكرا، الله يسعدك ست كوكب. شو تحب تشرب؟ اي شيء مو مشكلة. ليلاز بعتي لنا واحد كابتشينو للاستاذ فؤاد. عفوا مدام انا ما بشرب كحول. لا عفوا هي مو كحول، هي قهوه. ايه اذا هيك معلش. اهلا وسهلا فيك. شو بنحسن نخدمك استاذ فؤاد؟ الحقيقه يا ست كوكب انا ناوي اتزوج بس ما عم لاقي طلبه. اسمح لي اقول لك يا استاذ انه الحق عليك. علي انا؟ ليش؟ طبعا يبدو انك مصعب الشروط شوي. بالعكس انا طلباتي كثير عاديه. على كل حال اهلا وسهلا فيك، نحن بخدمتك. وباعتبارك خطابة بقصد مستشارة اجتماعية، قلت بركي بتورجيني شوية صور من عندي وأنا بنقي. صور؟ الله يسامحك يا أستاذ فؤاد، صرنا بالقرن 21 ولساتك عم تحكي لي بالصور؟ لكن كيف الواحد ممكن يختار؟ أنا بمشي شغلي كله يا عطي يا أستاذ فؤاد على الكمبيوتر. كمبيوتر؟ ليش كمان الكمبيوتر صار يتدخل بأمور الزواج؟ طبعاً، ليش لا؟ أعطيني هويتك لو سمحت. إيه على عيني. تفضل اشرب. شكرا. ايه يا استاذ فؤاد ممكن تنقلني المواصفات المطلوبة؟ مواصفات شو؟ المواصفات المطلوبة لبنت الحلال. ايه بدي اياها اهم شيء تكون ظريفة كتير. اها وكيف يعني ظريفة كتير؟ يعني ضحوكة ونغشة، ذكية ولماحة، تكون لطيفة ومعشرانية، سريعة البديهة وما نقوزية، دبلوماسية ورقيقة، وما تدج الحكي دج لانه اكره شيء علي المرة اللي بتدج دج. طيب في مشكلة عندك بالنسبة للمستوى الثقافي؟ ايه طبعا لازم تكون مثقفة وتعليمها جامعي على الاقل، وتكون بنت عيلة وما خطبت لحدا قبلي بنوبها، يعني ما باست امها غير امها. طيب وموضوع الجمال في عندك شي مواصفات محددة؟ هي اهم نقطة بدي اياها آية بالجمال، طويلة رشيقة وملامحها ناعمة، يعني تكون احلى من كل هالمذيعات اللي عم يطلعوا بالفضائيات. بدي الخصر مثل خصر نعومي كامبل، والطول مثل طول كلوديا شيفر، والشعر بدي اياه مثل شعر المرحوم الاميره ديانا، والعيون بدي لون عيونها مثل عيون ريما مكتبي، ولون البشره مثل بشره صوفي مارسو. وبالنسبه للجاذبيه بدي جاذبيتها تكون مثل جودي فوستر، والصوت مثل صوت ويتني هيوستن، وبالطبخ والنفخ بدي اياها اشطر من الشيف رمزي، وبالنظافه والتعزيل يكون راكبها وسواس التعزيل وجنان النظافه. اوكي في شيء إضافة تانية؟ ايه طبعا لازم تكون اقتصادية وإيدها ماسكة، أنا ما بحب البحترة والصرف هون وهون. على عيني إن شاء الله بلاقي لك طلبك، وأنا مبدئيا رح ساوي لك إقبار عندي. ليش كمان هون في أضابير؟ طبعا والاستمارة بتاخدها من عند السكرتيرة، بتعبيها بالبيت وبتجيب لي إياها معك بكرة، وبتجيب لي معك صورة شخصية لك بالطول الكامل وصورة لبروفيل وشك. طيب وغيره مدام؟ ما في مانع تكتب لي سيرة ذاتية عن حياتك بحدود الصفحة لصفحة ونص، يعني هيك شيء. تفضل. شو هالكرت هاد مدام؟ هذا كرت في رقمك السري عندي، انت هلا رمزك عندي كتكوت 45. تفضل. كتكوت 45 45. خلاص حفظته مدام. بقى لو سمحت يا سيد فؤاد جهز لي كل الامور بسرعة مشان نقدر نبدأ بالمرحلة الثانية. وشو هي المرحلة الثانية؟ هي مرحلة اسمها مرحلة تقاطع البيانات والمعلومات. طيب ايمتى المرحلة اللي بنختار فيها بنت الحلال؟ ولا يهمك ولا يهمك يا استاذ فؤاد، خلص
انت طمن بالك وارتاح، باذن الله طلبك حيكون عندي وما بتطلع من هالمكتب الا متزوج. اوكي ان شاء الله. الله يسمع منك يا رب. اوكي الهويه مدام. طب احسن امشي بلا. اهلا وسهلا. الله معك. عفوا يا انسه، ممكن سجل موعد لبكره؟ ايه تكرم عينك، بس ممكن تذكرني بالاسم؟ ايه الكتكوت 45. والعمر؟ ولدت في عام 1970 في أسرة متوسطة الحال. شو بدي أقول كمان؟ وترعرعت في بيئة فقيرة كادحة، ودرست المرحلة الابتدائية في مدرسة، شو كان اسم المدرسة؟ عبد القاهر الجرجاني، وتابعت الدراسة الإعدادية في مدرسة حسن يوسف. وإن شاء الله يا مدام هاي المرحلة مع تقاطع المعلومات ما نطولة. لا لا ما بعتقد، تقريبا صار كل شيء جاهز. بس أنا أشوف أستاذ فؤاد هلأ رح ورجيك على الكمبيوتر مجموعة نماذج لبنات. أنت لما بتعجبك شي وحدة قلي فورا مشان أعمل لك ستوب كادر. أوكي؟ طيب. ركز معي منيحة. على فكرة معظمهم بالمواصفات المطلوبة اللي حكيت لي عنها يعني. بس مو يعني مو تماما. هلأ شوف أنت طول بالك شوي. تفضل. هي مدام لحظة ما تنتقلي. خير في شيء استاذ فؤاد؟ خلص ما عاد بدي اشوف. هي يا مدام، هي ما في غيرها. طيب انت شوف بالاول وتنور منيح بعدين اختار. خلص يا مدام خلص، نورت واخترت. إيه سبحان الذي خلقها على الطلة ما احلاها. ايدي بزنارك يا مدام، بدي من هذا النموذج. لا ليش من هذا؟ هو نفسه بالذات بدي اياه. يعني عجبتك؟ ايه رح كبر لك اياها. انا عجبتني. قال ايه بتطير عقلي يا مدام، بتجنن. بس يا ترى انا بعجبها؟ بعتقد ايه، لانه هي كمان المواصفات اللي طالبتها متوفره فيه تقريبا بحدود 90%. شو هالحكي؟ الله يبشرك بالخير يا مدام. بتحب اعطيك معلومات عنها؟ ما بدي اي معلومات، بس بدي منك تجمعيني فيها. هاي شغله بسيطه. ايمتى بتحب تشوفها لعاصفه الصحراء؟ مينو هاي عاصفه الصحراء؟ صاحبت الصوره. هي اسمها ميس، بس رمزة عندي عاصفة الصحراء. فعلا فعلا هي عاصفة حقيقية. ممكن نشوفها بكرة يا مدام؟ ليش لا، على عيني وراسي. بتعرفي يا انسي ميس، لما سموك عاصفة الصحراء ابدا ما كانوا غلطانين. انت فعلا عاصفة، اعصار كاسح، بركان مدمر، صاعقة ماحقة. شو انت عم بتسبني ولا عم تمدحني؟ لا الله وكيلك عم بمدحك. مرسي كتير استاذ فؤاد. صحيح نسيت اسألك، انت شو كان رمزك بالكمبيوتر؟ كتكوت 45. حلو كتير. أنا سيميس، أنا أول ما شفت صورتك بالكمبيوتر ما بعرف شو صار لي، حسيت إنه في ماس كهرباء، توتر عالي، نفض جسمي نفض، حسيت إنه في صاعقة ناتجة عن عاصفة رعدية شديدة، حسيت إنه استاذ فؤاد مو ملاحظ انك عم تبالغ شوي؟ صدقيني ابدا ما عم بالغ، عم بنقل لك احساسي مثل ما هو دون زياده او نقصان. وانا كمان استاذ فؤاد، انا ارتحت لك من اول ما شفتك. يعني ممكن. ممكن شو؟ ممكن كتكوت 45 يتقدم ويطلب ايد عاصفه الصحراء. الحقيقه انا ما عندي مانع، بس بالاول لازم تشوف بابا وماما. أنا مستعد شوف بابا وماما وعمتك وخالك وجدتك وكل العيلة، بس أنت أعطيني الضوء الأخضر. طيب أستاذ فؤاد، أنت إمتى حابب تشرفنا على البيت؟ هلأ خلينا ندق الحديد هو وحامي. لا هلأ يعني لازم أعطيهم خبر قبل. شو رأيك بكرة الساعة 6؟ ولا يهمك، الساعة 6 الصبح بتلاقيني عم دق باب بيتكم. لا مو 6 الصبح، يا لطيف شو بصلتك محروقة. لكن إمتى؟ الساعة 6 المساء. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ فؤاد، تشرفنا بمعرفتك يا ابني.
الله يخليك ويطول عمرك. الحقيقة ميس حكيت لنا عنك كتير ومدحت لنا فيك، ومنا نحن حبينا نتعرف عليك فيس تو فيس. هذا شرف كبير إلي، وأنا الحقيقة بيشرفني إني أتقدم أطلب إيد كريمتكم ميس. نحن اللي منتشرف فيك يا ابني، يعني نحن إذا لفينا الدنيا كلها ما رح نلاقي شاب مناسب لميس مثلك، لأنه ما شاء الله كان حولك على هالمسموعيات الحلوة. والحقيقة نحن سألنا عنك، مو أنه ما سألنا، وما في إنسان زمك بكلمة، وهالشي لحاله مكسب كبير إلنا وللبنت. الله يديمك ويخلينا إياك يا عمي. بتحب نحكي بالتفاصيل؟ إيه ما في مانع. يا ترى شو طلباتكم؟ لا يا ابني لا، لا هي ما بريدة منك، لا تغلط منو. نحن يا ابني ما لنا أي طلبات، كل ما هنالك إنه حابين نتعرف عليك أكثر. يا أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك عم. يا ترى حضرتك شو بتشتغل؟ موظف بس بدائرة الخدمات المستديمة. ويا سلام عليك، موظف بدائرة الخدمات المستديمة، أنعم وأكرم والله. والله ما عرفت تختار يا ميس، نحن روح ابن الموظفين. فعلا فعلا سيد فؤاد، أنا بحب الموظفين كتير وبحترمهم وبقدرهم وبعزهم، لأنهم هيك بحسوا الناس أكابر ومكافحين وعلى درجة عالية من الثقافة والعلم والخبرة. موظفين لك موظفين هدول. طيب بالنسبة للراتب يا ترى قديش بتاخد معاش؟ يعني مع الإضافة والحوافز بدل المازوت بيوصل 6000، وهلأ موعودين بزيادة، بس لمعلوماتكم بيروح منهم ضرائب وتأمين، يعني بحدود 1000 ليرة. يعني بالنهاية اللي بيصل لإيدك 5000؟ بالضبط 5000. يا عظيم جدا نعمة كريم، لشبههم 5000 ليرة كخها على القليلة مضمونين أول كل شهر. بالفعل ساقية جارية ولا نهر مقطوع. وإن شاء الله بكرة معاشك على معاش ميس، بتعيشوا أحلى عيشة، عيشة أمرا. عفواً ممكن أعرف كيف بتحبوا ترتيبات الخطبة والعرس؟ لا هيك رح أزعل منك عمو. ليش تسمح الله؟ ولك ابني نحن ما دخلنا بهالقصص أبداً، يعني بتعملوا حفلة بالصالة بالمطعم هون بالبيت على الأسطوح، ما بتعملوا بالمرة؟ انتوا أحرار. بتلبس ذهب بتلبس فضة ما بتلبس بالمرة يا ابني، حسب إمكانياتك وظروفك، نحن شارينك لأدبك وأخلاقك وسمعتك، ومثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ما قال من ترضون مصاريه وفلوسه. كتر خيركم يا جماعة، فعلا هيك غبرتوني بلطفكم. ويا ترى السكنة مأمنة؟ الحقيقة أنا بيت ما عندي، بس ممكن نسكن عند أمي أو نستأجر بيت صغير. وليش لحتى تستأجر؟ ما في داعي تزنق حالك منه يا سيد فؤاد، بعدين لا تواخذني بهالكلمة، هذا اسمه بطر. لا أنا قصدي مشان ما يسبق. ليش قليلة يا ابني السكنة مع الأهل؟ قليلة قليلة لما بتجتمع هالعيلة كلياتها على صفرة واحدة، وبيكونوا كلهم مع بعض قلب واحد وإيد واحدة، وبيحلوا مشاكلهم مع بعض وبيتونسوا مع بعض. ومن حظ بنتي إنها تسكن جنب حماتها، مثل ما بتعرف الحماية أم تانية منه بتتعلم منها وبتكسب خبرة ظريفة وبتساعدها. معناها المشكلة محلولة. ما قلت لك أهلي حضاريين كتير وما بدأوه أبدا؟ قلتي لي والله، قالت لي عمي، بس الحقيقة ما صدقت لحتى سمعت بإذني. بابا بدي أفتنلك على فؤاد. خير يا بنتي؟ قال المنظوم بده يشتري أوضة نوم بالتقسيط، حاولت أقنعه بلاها ما كان يقبل. الله يصلحك يا ابني، لشو هالبحترة يلي بلا طعمة؟ بعدين بتضايقوا حالكم هيك؟ قال يعني الواحد ما بيقدر يتجوز إلا بغرفة نوم جديدة، وبيحط حقها الخمير والفطير. اسمع على هالمفاهيم اللي معدت أبو ميس. إيه أنا بعرف. ولك يا ابني نحن ما منريد صهرنا يركب الدين او يحمل حاله فوق طاقته. بعدين شو صار بالدنيا؟ بكره بس الله يرزقكم بتشتروا اوضه نوم على مهلكم. ايه بس يا عمي انا مش هام ميس، بركي حبيتها. خلاص ما بدها بسبسه، إيه؟ تخت العزوبيه يلي عم تنام عليه هلا بيمشي حاله. ما عندك تخت؟ بلا عندي تخت. ايه خلاص، وتخت الضيق بيسع 1000 زدي. وما عندك خزانة درفتين؟
بلا عندي غزالة بس حديد. منيحة هي، ممتازة. لا تنسى انه السوس ما بينخرق وما بيلحق الرطوبة بالشتاء. مزبوط. واصلا خزائن الصاج والتناك اضيان وامكان، لا بيسوس دفها ولا بينكسر رفها. اسمع مني يا ابني، اعمل لها شي وش دهان وبخ عن شي بخاخ وشوف شلون بتطلع مع احلاها جديدة. لا وعم ترجع موضتهم ماما. وبالنسبة لأوضة الضيوف، دبر حالك مبدئيا بشي أوضة من سوق الأروام، أويناك من الأبائبية وانتهت القصة. لأنه بصراحة يا ابني، أنت هلأ عظمك طري ودبساتك مراق ومعك معك بتصير وخيرك كلياته لقدام وكله بيجي بوقته. رب العالمين تبارك وتعالى ما خلق الدنيا بيوم واحد، أخذت معه المسألة 6 أيام بلياليها. إيه بابا، ومنشتري من الحريقة كم فرش سفنج بنعملهم قاعدة عربي، ومنعلق على الحيط طبق قش مشان الزينة، وبالزوايا منحط مشروبيات فخار. يا عيني عليك يا ميس، كمان حل ممتاز. ولك يسلم لي البطن يلي حملك، شو إنك قنوعة مثل أهلك، مو مثل بنات هالأيام يلي بيعجزوا العريس بطلباتهم. يا ترى في مطبخ كمان؟ إيه في مطبخ بس صغير شوي، وناوي اشتري براد مستعمل بالتقسيط. هلأ ليش فقست بتمك كلمة القصوطة وبدك تبحتر مصاريك؟ أمك الله يخلي لنا إياها ما عندها براد؟ أمي إيه عندها براد. أصبح خلاص، حطوا أكلاتكم ببراد أمك الله يطول عمرها، محلولة المسألة يا عمو. ومشان المي الباردة اشتري لك شي جرة صغيرة أو تروس مي بلاستيك، وأمك الله يطول لك عمرها عندها براد، جيب لك شوية تاج من عندها وحطهم بهالتروس. صعبة كتير المسألة؟ أصلاً أنا ما بشرب مي غير من الحنفية لأني بخاف على أسناني وزلعيمي. في غسالة يا ترى؟ بصراحة ما في. ها ها، هون صار بدها صفني المسألة. ولا يهمك عمي، أنا مستعد أشتري غسالة. ولك يا روح عمك من جوا، ليش أنت بتحب الصرف؟ أطب لي إيدك شوي، أنت رح تصير صهرنا يعني ابننا، وما بيهون علينا تزت مصاري وتفتها يمين وشمال. يعني عندك حل أبو ميس؟ ولو بابا أبو الحلول. أم ميس بدي أسألك. تفضل. يا ترى الغسالة الأوتوماتيك يلي احترق موتورها السنة الماضية لساتها عنا بالمستودع ولا صرفناها؟ لا لساتها عنا. أصبح عظيم. أنا رح أشتري لها موتور جديد ورح أقدم لكم ياها بابا، شو رأيكم؟ الله يخلينا ياك يا بابا، كل شي منك مقبول. بس هيك عم تخجلوني؟ ابني اسمع، انت لساتك باول عمرك، يعني اذا نحنا ما تساعدنا سوا بهيك موضوع مين بده يساعدك لكان؟ ونحنا قبلانين بوضعك الحالي على امل انك تحسن وضعك مع الايام، سنة سنتين ثلاثة خمسة، ربك وحده هو اللي بيعرف. هي ارزاق يا ابني بايد رب العالمين، يرزق من يشاء ويمنع رزقه عمن يشاء. الله يعزك يا عمي ويديم معروفك. يا فؤاد يا فؤاد، أنا ما عم فضل عليك والعياذ بالله، بس أنا عم بتذكر حالي لما تجوزت. بصراحة ما كان معي مثليك واحد، بس بعدين رب العباد أكرمني وسترني. بدي أسألك سيد فؤاد، في صوبيا إذا بردتوا بالشتاء؟ نعم مرت عمو، في صوبيا وفي منقى الفحم كمان. يا سلام على الرومانسية. يا سيدي بكرة بتسهروا حوالين هالمنقل وبتشربوا شاي على الفحم وبتشفوا كستنا وبتسلقوا شوندر، هيك كنا نعمل أنا وأم ميس لما تجوزنا. عندك عدة مطبخ وطناجر ومعالق وزبادي وصحون وخلافه؟ رفقاتي بالوظيفة وعدوني نقطوني بالأواني المنزلية إذا تجوزت. عال شو صفي بدك لسا؟ هاي عدة المطبخ كلها صارت جاهزة. ايه انا لما تجوزت ما كان عندي طنجرة نحاس. ما جبت لها. معناتها نحن امورنا ميسرة. وليش لحتى ما تتيسر يا ابني؟ انت ادمي، ادمي كتير انت، والادمي ما بيخاف منه. طيب عمي معناتها سمعونا الفاتحة. عن جد ميس، أنا أبداً ما توقعت إنه أهلك يكونوا يسرين لهالدرجة ومتفهمين لهالدرجة. قلت لك حبيبي أنا أهلي بهمهم نكون مبسوطة ومتجوزة من شاب فهيم مثلك. إيه مشان هيك أنا ما رح أندلق عليهم كتير، يعني رح أقوم بواجبي وزيادة. شلون يعني؟ يعني
أول شيء بدي استأجر لك بيت تسكني فيه لحالك، ثاني شيء بدي اشتري لك صيغة، ثالث شيء وهو الأهم بدي اشتري لك أوضة نوم ولو بالتقسيط. لا حبيبي لا تعذب حالك، أنا قلت لك ما بدي شيء وأهلي كمان رضيانين بوضعك هيك. الله يكتر خيره، بس أنا حبيبتي لازم أسعى، يعني مثل ما بيقولوا اللي بيشوفك بعين شوفه بالتنتين. ان شاء الله عجبكم البيت، كثير معقول. هو صحيح صغير شوي غرفتين وصالون، بس بعتقد بيناسبكم، يعني خرج عرسان. لا لطيف لطيف كثير. فؤاد على اذنك. شو؟ اكيد اجاره غالي كثير. لسه الرجال ما حكى شيء. شو بده يحكي؟ اكيد مو اقل من 10,000 بالشهر. امشي الله يخليك، خلينا ندور على بيت منطقة شعبية أرخص لنا. يا روحي عم نتفرج مو خسراني شيء. استاذ فؤاد عن إذنك، إذا البيت مو عاجبة للمدام برجيكم بيوت تانية. بالعكس كتير عاجبنا، كتير حلو. يعني حاز الوضع؟ ايه حاز الوضع، بس بالنسبة للإيجار قديش؟ صاحب البيت عندي بالمكتب عم يستناكم. تفضلوا لهنيك ندفع بشرف. شرف شرف. يا سيدي أنا كنت عم بجر البيت بعشر تلاف ليرة بالشهر، بس طالما أنتوا عرسان جدال راح أعملكم سكر مليح. وقديش السكر يا ترى؟ شوف أخي أنا ما بحب أقبض مصاري وأنفخ جوبي وضميري ماله مرتاح. أنتوا باين عليكم ناس أوادم وأكابر ونياله اللي بيجمع راسين على مخدة واحدة. يعني أنا بصراحة كل ما أشوف اثنين عرسان بنغرش قلبي نغرشي، لأنه عندي أولاد بنفس أعماركم تمام، وأنا بصراحة إذا ساعدكم الله من عالي سماء رح يساعدهم ويبعث لهم أولاد الحلال. بقى أنا يعني رح سلف رب العالمين حسني وأرجو الملائكة أنه تكتبها بدفاتري. إيه سيدي بتقدر تدفع 2,000 ليرة بالشهر ولا ما بتقدر؟ هيك ما عاد لكم حكي أبداً يا أستاذ فؤاد. كتر خيرك يا أخي، فعلا الدنيا ما خليت، اصبحنا نكتب العقد. ايه بس عفوا منك انا ماني حان الرعبون. ومين طلبك بالرعبون؟ انا هلا رح سلمك مفتاح البيت، وبعدين وقت يصير معك تعطيني المصاري، الثقة اساس كل شيء. شو رح تهرب يعني؟ انا هلا رايح جيب 2 شهود وارجع. يلا. تفضل يا اخي. شو هدو؟ كوميسيون المكتب. لا اضب مصاريك بعقبك استاذ فؤاد، شو هالقعد انت؟ عفوا اذا المبلغ قليل. شو قليل وشو كتير؟ انا باخذ عمولتي من صاحب البيت وبس، وبيني وبينك انا حالي في يمين من العرسان ما باخذ ولا فرنك. قلي ليش؟ لاني بحط حالي مطرح العريس، بقى الهي ياخذ بيدك ويعينك الهي. ايه بس انت بهالطريقه عم تخجلني. لا يا استاذ فؤاد، اذا صاحب البيت طلع كريم معكم معقوله اطلع انا ندل واخذ كومسيون؟ بعدين انت عريس جديد وقدامك مصاريف خير الله، يعني هاي جوازي مو لعبة، فيها فتح بيت وكعكتين بخير، بقى الله يكون بعونك ويرزقك بجاه الحبيب المصطفى. يا سيدي كتر خيرك، ما قصرت معنا أبدا، والله يقدرنا على مكافاتك. لا يا أستاذ فؤاد، من نيتي على حالي، هذا أقل من الواجب. بعدين مثل ما قلت لك أنا رح أخذ من صاحب البيت، فليش الطمع؟ يصدقني فرحتي فيكن بمصاري الدنيا كلها. وأماني أماني إذا عاوي شيء اللي رأبتي سدادي. ها الناس لبعضها يا رجل. شبنا شو رأيك فيها؟ عجبتك؟ بتجنن، بس باينتا غالية كتير. خلينا نروح ندور على وحدة أرخص. امشي. طولي بالك، خلينا نسأل صاحب المحل بركي عنده. أهلا وسهلا. أهلين فيك، إن شاء الله عجبتكم الغرفة؟ كتير حلوة، بس يا ترى شو مصرياتها؟ يا سيدي هي حقها 100,000 ليرة، بس للعرسان الحلوين اللي مثلكم في سعر خاص، يعني إلكم سكرة. ايه قديش السكرة تقريبا؟ رح أخذ منكم سعر التكلفة وفوقهم منهم 10%، منه بتعملوا لي دعاية ومنه بحس حالي إني ساهمت بساعدتكم. يعني قديش بدك تأخذ منه؟ 50,000، ومالك علي يمين إنه هذا سعر التكلفة، والشحن لبيتكم على حساب المحل.
عفوا بس نحن يعني بدنا ارخص من هيك. ولا يهمك يا انسه، ما بتغلى عليكم وقسما عظما غير تحملوها وتدفعوا السعر اللي بدكم اياه. هو نحن بصراحه ما فينا ندفع حقها كاش. ايه محلنا عامل سعر خاص للعرسان بالاضافه لتسهيلات بالدفع، وهالشي معروف عن محلنا، مو بس لك، لكل العرسان. يعني لا تاخذني، العريس بده مين يساعده ووقف معه، وحضرتك على هوا مالي ملاحظ، انسان ادمي وابن ناس، ولازم نعاملك معامله خاصه، بقى احمل وامشي ولا تناقشني، حقي واصلني سلف. طيب لو سمحت مشان حطك بالصوره، انا هلا ما معي غير 10,000 ليره. لك يا حبيبي مين طلب منك اكثر من هيك؟ 10,000 دفعه اولى و40,000 تقسيط، منيح هيك؟ نحن ما بنقدر ندفع غير 1000 ليره بالشهر. حلوين كثير، 1000 ورقه بالشهر شبهو. وبصراحه نحن كل ما خفضنا القسط بيزدادوا الزباين ومننافس السوق، واذا بدك نتساهل اكثر اول 4 شهور لا تدفع شيء ملحوقه، لانه بيكون عليكم مصاريف خير الله. بقى شو رايك استاذ؟ الحقيقه يا استاذ انت هيك غبرتنا بفضلك. لا يا زلمه لا تقولها، منيتي على حالي، انا ابن مصلحه وصار لي بالتجاره سنين وايام، واذا ما عملت هيك ما حدا بيوقف على بابي وتجارتي بتوقف. طيب امتى فينا نحملها؟ انت ما تحمل شيء، بس اعطيني العنوان، واليوم المساء بتروح على البيت بتلاقيها مركبه، واجرة تحميلها وتركيبها هديه زواجكم. كتر خيرك، كتر خيرك. اهلا وسهلا. شكرا لك، شرفتي. اهلا وسهلا. شكرا. شايفه يا ميس، شايفه قديش امورنا ميسره؟ ان شاء الله الف مبروك يا استاذ فؤاد، والله يتمم بخير. الله يبارك فيك. شو ها الزملاء والزميلات حبوا يساعدوك، فقرروا انه يعملوا جمعيه ب 25,000 ليره ويقدموا لك اياها هديه زواج. بس هيك كثير يا استاذ سعيد؟ بالعكس قليل، انت بتستاهل اكثر من هيك. بعدين بنيتنا على حالنا، نحن عم نعمل هالشي مع كل واحد بده يتجوز، يعني اذا ما وقفنا مع بعض بهيك ظرف امتى بدنا نوقف؟ كتر خيركم يا جماعه، ابدا ما قصرتوا. استاذ فؤاد، سيد مدير عام طالبك. ان شاء الله بالرفاه والبنين يا استاذ فؤاد. شكرا كثير استاذ، شكرا. صدقني يا استاذ لما بسمع انه في حدا من الموظفين اللي عندي مقدم على الزواج، بحس كانه حدا من اولادي بده يتجوز. كلك ذوق يا استاذ. مشان هيك واجبي المهني والابوي بيحتم علي اني ساعد باي شكل من الاشكال. مفضلين سيدنا، مفضلين انتم. طبعا انا ما بقدر اتصرف الا ضمن حدود صلاحياتي، لهالشي قررت اصرف لك منحه زواج 10,000 ليره. هو صحيح المبلغ متواضع، بس يعني مثل ما بيقولوا البحصان بتسند جره. ما بدنا الا سلامتك استاذ. لا ولو، هذا حقك. بعدين منيتي على حالي، انت صار لك موظف عنا 10 سنين وهذا ابسط شيء ممكن نقدم لك اياه، واذا فكر تاخذ سلفي على معاشك انا ما في عندي مانع. هو الحقيقة أنا كنت ناوي أقدم طلب مشان السلفة أستاذ. خلاص اكتب الطلب وهاته، بس لا تزيد علينا كتير، يعني مو أكتر من 25,000. وزيادة أستاذ، بزيادة، أنا ما كنت ناوي أطلب أكتر من هيك. ومشان العرس وين قررت تعمله؟ ما رح أعمل عرس، عرس نسوان خفيف بيت حماي. لا يا أستاذ فؤاد، هي ما بريدة منك، نحن بدنا نفرح فيك ونعمل لك عرس مطنطن بشي صالة محترمة. فكرت بهالشي، بس المشكلة انه اجار الصالات غالية كتير. ولو يا فؤاد، الغالي بيرخص لك. ولمعلوماتك في صالة جديدة ومحترمة كتير عاملتها مؤسسة التأمينات، وهي ما بتاخد اجار الا هيك رمزي، يعني شيء بسيط من الموظفين. يعني قديش تقريبا؟ يعني شغلة 2000 ليرة، انت اعتمد على تاريخ العرس وانا بحجز لك اياها، والضيافات علينا، وبطاقات الدعوة ممكن اطبع لك اياها بالمطبعة تبع الوزارة. يعني بناخذ منك حق الكرتون بس. شو بدك لسه؟ الحقيقه غمرتونا بفضلكم، وطالما الامور ميسره لهالدرجه بنعمل عرس بالصاله. ومشان طقم العرس انا ببعتك لعند واحد صاحبي ببيع بالجمله، بيعطيك احلى طقم وبسعر الكلفه، يعني شغله 1500 2000 ليره بالكثير. يا سيدي لا تدفع له كاش كمان، اعطيه 500 ورقه وبعدين على مهلك الباقي. عظيم كثير، معناها ما ضل عندي غير مشكله فستان العروس. ومنين بدك تجيب فستان العروس؟ عم فكر استاجر واحد. ليش تستاجر وتحط مصاري؟ انا بدبرك اياه. شلون؟ من المستودع تبع الملابس بوزاره الثقافه. يا سيدي عندهم فساتين عرس لتقول حاجه. هلا بحكي لك مع اخو عديلي لانه هو امين المستودع، حتى تنزلوا وتنقوا الفستان يلي بيعجبكم وبناسب مدانتك، وبعد العرس بترجعوه. الحقيقه يا استاذ ما بعرف شو بدي اقول لك، لساني عاجز عن الشكر.
ما بدنا منك لا شكر ولا مكر. روح دبر امورك واعتبر حالك بإجازة مفتوحة من اليوم. بتعرفي يا ميس، ابدا ما كنت اتوقع انه امورنا تتيسر لهالدرجة. هذا لانك مرضي والله بيحبك. ورغم هيك ماني عم صدق اللي عم شوفه حوالي، حاسس كأني عم بحلم. لا حبيبي، هذا مو حلم، هذا واقع. طيب قرصيني مشان اتأكد. لا مو حلو قدام الناس قرصان. شو دخل الناس؟ خطيبة عم تقرص خطيبة، ما حدا دخله. قرصي 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 قرصي. لا روحي، لا لا ما يسلح حبيبتي. لا أنا لا عم تقوي القرصة كتير. فؤاد فؤاد فؤاد. خير امي خير، شو في؟ يو صار لي ساعة عم فيقك وانت غرقان بالنوم، شو بنا؟ قلت لك ما تفيقيني يا امي، خليني نايم تعبان. قوم خطيبتك عم تستناك برا، اتحرك يلا. مين خطيبتي؟ ميس؟ ميس؟ مين هاي ميس كمان؟ خطيبتك ناهد، لحقت تنسى اسمها كمان؟ ناهد؟ خطيبتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بدها من الصبح؟ قال غرفة النوم أم 70,000 اللي نقيتوها مو عاجبتها لعمتك، مشرشحة ورخيصة، والجرايل اللي قطعتوهم قال ما بيروحوا على طقم الكنبايات، وفستان العروس قال ما حلو مو تقيل، بدها واحد أتقل من هيك، والصالة اللي اخترتوها مشان تعملوا فيها العرس قال صغيرة وما بتكفي لكل المداعي. بقى قوم تفهم أنت وياهم من راسك لراسك. امي خليني ارجع نامه مشان الله ما تفيقيني. بوس ايدك خليني نامه واحلم.